ايوه الحلال بان عليك كي، وانا ما هستناش اكتر من اللي استنيته. الحمد لله اخيرا هتروح لهارون وتقول له اني حبله منه. لا ما هروحش لهارون. امال هتعمل ايه؟ هجيب مره من بلد بعيده واسقطك عشان اغسل عارك. اللي انت بتقوله ده يا بور هو ده اللي هتعمليه؟ هو سقط ولدي؟ هارون مش هيصدق ان اللي ببطك ده ولده، وساعتها يقول اني جبتيه من الحرام وانت على ذمته. تالي يا بوي ساعتها يبقى بيننا وبينه المحكمة. محكمة؟ وهارون هيستناك لما تروح المحكمة؟ لا ده قليل ما خلصش عليكي وخلص علي انا كمان. الحقيني يا اما ما تقولي حاجة. انا قلت له لكن الكلمة كلمتي انا، وانا مش قادر استحمل اكتر من الده مصايب وقلة ادب. لا لو هارون قال ان الولد اللي ببطنك ده مش ولده، ساعتها هيكون اخر يوم في عمرك.